لننجز هذه العملية سنحولها من عملية أفقية إلى عملية عمودية حتى أتعرف على كم بقي من النقود لدى آية. إذا انتبهوا معي، سأكتب أولا العدد الأكبر 982، ثم أسفله سأكتب العدد الأصغر أو ثمن الفستان اللي هو 526. ولكن لننتبه، عند كتابة هذا العدد لا بد أن أكتب الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. إذا ما رقم وحدات عدد 526؟ أحسنتم، إنه 6. إذا سأكتبه أسفل وحدات العدد 982 الذي هو 2. إذن 6 أسفل من 2. ثم ما رقم عشرات العدد 526؟ أحسنتم، إنه العدد 2. إذا سأكتبه أسفل العدد أو الرقم 8 الذي هو رقم عشرات العدد 982، إذا 2. ثم ما هو رقم مئات العدد 526؟ أحسنتم، إنه 5. إذا سأكتبه أسفل من 9 التي هي رقم مئات العدد 982. إذا لاحظوا، الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. الآن سأبدأ العملية، سأبدأ بإنجاز العملية. لننتبه، لابد أن أبدأ من الوحدات دائما. عند إنجاز العمليات لابد أن أبدأ من الوحدات دائما، ثم بعد ذلك العشرات، ثم بعد ذلك المئات. الآن 2 ناقص 6